يستكمل وفد صندوق النقد الدولي زيارته إلى لبنان وبالتالي لقاءاته مع المعنيين على الصعيد السياسي المالي الاقتصادي والمصرفي، وستبقى تحركاته على هذه الوتيرة حتى منتصف الشهر الحالي. فهل لمس أي نتيجة حتى الساعة؟ يجيب الصحفي والكاتب الاقتصادي أنطوان فرح. من الواضح أن وفد صندوق النقد الدولي خاب ظنه بلبنان، أولا لأنه الإصلاحات التمهيدية اللي كانت مطلوبة لاتفاق أولي ما تحقق منها أي شيء، وثانيا الشرطين الأساسيين اللي بيتعلقوا بقانون الكابيتال كنترول وموازنة العام 2022 مجمدين وما تحققوا، وبالتالي على الأرجح ما حيمرقوا قبل الانتخابات النيابية. من هون بعتقد أنه الأمل بعقد اتفاق أولي ومبدئي قبل الانتخابات النيابية سقط نهائيا بعتقد. فرح وضح النظرية الرائجة بأن صندوق النقد الدولي لا يعقد أي اتفاق مع أي دولة قبل الانتخابات النيابية، وذلك من أجل استكشاف معالم السلطة المقبلة. في موضوع أنه صندوق النقد لا يعقد اتفاق قبل الانتخابات النيابية، لا، صندوق النقد بيعقد اتفاق، بس بيعقد اتفاق مبدئي وأولي، يعني لا يبدأ بتنفيذ برنامج تمويلي قبل الانتخابات النيابية لسبب بسيط. أولا ليتأكد كيف تكون موازين القوى والسلطة، وإذا السلطة اللي بدها تتقطع عن المجلس الجديد ستبقى ملتزمة بالاتفاق وبرنامج التمويل. لكن صندوق النقد كان راغب يعمل اتفاق مبدئي وأولي مع الحكومة اللبنانية قبل الانتخابات النيابية، لكن تقاعس الحكومة اللبنانية وعدم تلبية أي مطلب من المطالب المطلوبة وهي أساسية وحيوية هو اللي وصلنا أنه نقول أكيد بطل في حتى اتفاق مبدئي قبل الانتخابات النيابية، مش بس برنامج تمويل كامل، وهذه هي المشكلة الكبيرة اللي عم نواجهها. أصبحت معظم الجهات الدولية والمنظمات الأممية وحتى الدول التي تعنى بالملف اللبناني تدرك جيدا بأن السلطة السياسية اللبنانية لا تمتهن إلا الكذب والمراوغة والتسويف. روان أدون، صوت لبنان.